كوستاريكا بلد غني بالبراكين الرائعة والشواطئ الجميلة والغابات الكثيفة. تابع مغامرتنا ذات الدفع الرباعي في أكثر البلدان تنوعاً في العالم. عند وصولنا إلى المطار تم الترحيب بنا بحرارة من قبل شركة التأجير الخاصة بنا كما عرفونا على رحلتنا للأسابيع الأربع القادمة. بعد التأكد من كل شيء سرعان ما وجدنا أنفسنا نغادر المدينة. تطلب الأمر أقل من ساعتين لقطع الجزء الأول من الطريق الوعر لصحراء كوستاريكا. بعد أن وصلنا إلى وجهتنا ذهبنا في رحلة قصيرة إلى بركان بارفا. أخذنا السير عبر الغابات الجميلة إلى الفجوة القارية بين مياه المحيط الهادئ والبحر الكاريبي. بعد بضعة كيلومترات وصلنا إلى موقع ذو منظر خلاب يطل على بحيرة البركان. كما رأينا السحب السريعة حول سلاسل الجبال الكوستاريكية. بعد عودتنا إلى السيارة شهدنا أول عاصفة مطرية استوائية في كوستاريكا. لم يستغرق الأمر سوى بضع دقائق حتى غمرت المياه الطرق. في اليوم التالي مبكراً زرنا بركان بواس. لدينا ثوران بركاني كبير هنا كما حدث منذ عامين، لذلك يرتدي الجميع خوذة وتم إغلاق الطرق الأخرى. سيستغرق الأمر 10 إلى 15 دقيقة للوصول إلى هناك. ستسيرون 700 متر وستكون لديكم 20 دقيقة بمجرد وصولكم إلى فوهة البركان. عندما وصلنا إلى الفوهة لم نرى شيئا سوى جدار أبيض، ولكن بما أن السحب كانت تتحرك بسرعة كنا نأمل على الأقل إلقاء نظرة على بحيرة البركان. إنه أمر جميل حقاً عندما تحصل على أكثر مما تتمنى. عندما وصلنا إلى بحيرة بركان بواس منذ حوالي ساعة لم نرى شيئاً، ولكن بعد مرور 40 دقيقة انفتحت النافذة بأكملها واستطعنا رؤية بحيرة البركان كاملة والمناظر الطبيعية المحيطة بها أيضاً. الأمر رائع. مروراً بالطرق المتعرجة وصلنا إلى آلتو بالمو حيث استضفنا ورشة عمل لصنع القهوة والكوكتيلات. لقد استغرق الأمر القليل من الجهد لإقناعنا بالبقاء والتعرف على كيفية صنع القهوة التقليدية في كوستاريكا. أمضينا بعض الوقت في الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة قبل أن نواصل رحلتنا. وخلال مرورنا بالممر الجبلي الضيق كاد الضباب أن يخيم حتى يحجب عنا الرؤية. ومع ذلك استطعنا ملاحظة جداول زرقاء جميلة وسط الغابة الخضراء ما جعلنا نتوقف قليلاً. وفي مكان قريب داخل الغابة يتدفق شلال رائع يحبس الأنفاس على ارتفاع 90 متراً. كاتاراتا ديل تورو هو أكثر الشلالات إثارة للإعجاب في كوستاريكا. يؤدي الطريق إلى الأسفل عبر 350 درجة إلى أسفل الشلالات. تعتبر الغابات المحيطة موطناً لمجموعة مختلفة من النباتات والحيوانات بما في ذلك طيور الطنان والسمان والسناجب. شيء عن كوستاريكا هو أن المسافات التي يتعين عليكم قطعها تبدو أقصر بكثير على الخريطة مما هي عليه في الواقع. يستغرق الأمر ساعات للوصول إلى المكان المطلوب، فغالبا نقود بسرعة 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة.
ثم قمنا باستكشاف الجزء الشمالي من الوادي المركزي قبل أن نتجه جنوباً مرة أخرى. خلال مرورنا بالطريق الجبلي لاحظنا شلالاً رائعاً في الوادي. اضطررنا لمغادرة الجبال حيث كان علينا المرور بعدة مدن. بعد مغادرة المدن وجدنا أنفسنا على طريق ترابي ضيق بحثاً عن مكان للتخييم. صباح الخير من مخيمنا على سفح جبل بركان إيرازو. الجو هادئ حقا هنا وبارد جدا بالنسبة لكوستاريكا. الحد الأقصى للحرارة 5 درجات مئوية. قمنا للتو بتحضير القهوة وتقريبا استعددنا لبدء يومنا. في طريقنا إلى الأسفل رأينا مناظرا طبيعية خلابة تحيط بنا. جولة قصيرة على الأقدام أخذتنا إلى فوهة بركان إيرازو، ثم توجهنا إلى قمة البركان حيث أوقفنا السيارة في أحد أكثر الأماكن تشويقاً. بركان إيرازو يبلغ ارتفاعه 3432 متراً، أعلى بركان في كوستاريكا، وغالباً ما تشتد الرياح هنا. بعيداً رأينا الدخان يتصاعد من بركان تورييبلا المغلق الآن للزوار. بعد رؤية صف السيارات المنتظرة لدخول الحديقة كنا سعداء بالوصول إليها في الصباح الباكر. بالتوجه جنوباً رأينا وادي أوروسي الخصب والذي يحظى بشعبية لدى راكبي الدراجات الهوائية. تعد حديقة تابانتي الوطنية جزءاً من وادي أوروسي وإحدى أكثر الأماكن رطوبة في كوستاريكا. تعتبر المياه جزءاً لا يتجزأ من نظام البيئة للغابات المطيرة. كنا سعداء بالمشي تحت المطر خلال جولتنا القصيرة. في نفس اليوم أقمنا مخيماً بجوار نهر أوروسي. رأينا بعض الحشرات المثيرة للاهتمام على شجرة قريبة. يمكن للنمل قاطع الأوراق أن يحمل وزناً يزيد على 20 ضعفاً لوزنه. يقطعون الأوراق لتكون بيئة خصبة للفطر الذي يزرعونه في منازلهم تحت الأرض. يشكل النمل قاطع الأوراق بعد الإنسان أكبر المجتمعات الحيوانية وأكثرها تعقيداً على وجه الأرض. الطرق التي يسافرون فيها طرق سريعة. في اليوم التالي استيقظنا مع صوت جريان النهر، وبينما كنا نستمتع بقهوتنا الصباحية أشرقت الشمس وأنارت الطبيعة بلون ذهبي جميل. بعد مغادرة المخيم سرعان ما وجدنا جسرا عبر نهر أوروسي. حان الوقت لتوديع الوادي المركزي والتوجه إلى البحر الكاريبي. لقد أثار وصولنا إلى المحيط الكثير من الفرح. كانت الشواطئ شبه فارغة والشمس تنير أشجار النخيل. شاهدنا كيف تغرب الشمس ببطء مستمتعين بمخيمنا الأول قريباً من البحر. من أبرز معالم ساحل البحر الكاريبي الجنوبي حديقة كاويتا الوطنية، لجأنا لمرشد محلي للحصول على فرصة أفضل لرؤية الحياة البرية. في كل مكان حيث ترون أشجار اللوز حتى خارج الحديقة من المحتمل أن تروا حيوان الكسلان هناك. أوه حسناً، لأنه يعيش على هذه الأشجار. مشياً لمدة ساعتين لاحظنا وجود العديد من الحيوانات. في أعلى شجرة الإيغوانا تستمتع بالشمس، وفي الأسفل بشكل مخفي للغاية رأينا العديد من سحالي يسوع المسيح الباز سليق
التي سميت بهذا الاسم بسبب قدرتها على الجري فوق سطح الماء لمسافة 40 متراً. قريبتهم البعيدة هي أفعى رمش الجفن التي وجدناها جالسة على فرع شجرة. كان من الأسهل إيجاد حيوان الأغوطي الذي كان يتغذى على شجرة الجوز بجوار الطريق، ثم سمح الصوت العالي بتحديد موقع مجموعة من السعادين العواء فوق رؤوسنا. أخيرا صادفنا عائلة من حيوانات راكون تشق طريقها عبر الشاطئ. بعد صباح رائع أقمنا مخيما في مكان هادئ بجوار المحيط وبدأنا بالترتيب. في اليوم التالي تمت مكافأتنا بغروب رائع وأمطار غزيرة. انتظرنا أكثر من ساعة لكن المطر لم ينوي التوقف. بدلا من التبلل خلعنا ملابسنا وقمنا بجمع الخيمة بسرعة. الأمر ليس ممتعا أثناء المطر، لذلك قررنا التوجه شمالا نحو تورتوغويرو. تورتوغويرو مدينة صغيرة محاطة بالمياه ولا يمكن الوصول إليها إلا بالقارب. خلال رحلة القارب استمتعنا بالنسيم العليل وهذا المناخ الحار والرطب. كان النهر بلون بني غير معتاد بسبب الرواسب التي جرفتها الأمطار. بعد 40 دقيقة وصلنا إلى موقع نزول تورتوغا. هذا النزل الذي يقع على الطرف الشمالي من البحيرة جوهرة حقيقية، فيه مسبح صغير وحديقة وأراجيح شبكية للاسترخاء. مكان جميل وهادئ. علاوة على ذلك الخدمات اللطيفة التي جعلت إقامتنا لا تنسى. بورا فيدا هي كل شيء بالنسبة لي. بورا فيدا يا إلهي، إنه يوم جيد. أنا أحب هذا اليوم، أحب حياتي، أحب التحدث إليك. بورا فيدا، نعم بالطبع. نقوم حاليا باستكشاف الطرق في الغابات المطيرة الخاصة بنزلنا هنا في تورتوغويرو. في الأيام الأخيرة هطلت أمطار غزيرة، ما يعني أن جميع الطرق غمرتها المياه وطين، وبالطبع فإنها بيئة مثالية للبعوض الذي يحوم حولنا. بفضل الأحذية المطاطية لم تبتل أقدامنا إلا عندما وصل الماء إلى ركبنا. بعد المشي عبر الطرق لبضعة دقائق أدركنا أننا محاطين بمئات الضفادع السامة الصغيرة. يعتبر اللون الأحمر الفاقع للضفادع بمثابة علامة تحذير للحيوانات المفترسة. من المثير للاهتمام أن الضفادع لا تنتج السم بنفسها، لكنها تصبح سامة بعد أن تتغذى على أنواع معينة من النمل. أيضاً لاحظنا مجموعة متنوعة من الحيوانات الأخرى في حدائق النزل، الخفافيش والكيمن الفتي والإيغوانا الضخمة والمالك الحزين النمري عاري العنق ونقار الخشب شاحب المنقار ومونتيزوما ذو الذيل الأصفر والكثير من الطيور الأخرى. كانت الأنواع المختلفة من طيور الطوقان تثير الإعجاب، مثل هذا الأركار المطوق نعرفها بسهولة من خلال مناقيرها الفاقعة. تعيش الأركار في مجموعات تصل إلى 15 طائراً وغالباً يمكن رؤيتها وهي تتغذى على الفاكهة. قريبها طائر الطوقان ذو الفك الأسود أكثر إثارة للدهشة. كان من المستحيل عدم ملاحظة هذه السعادين العواء ذات الرداء الذهبي.
وهي تلتهم بصوت عال وجبة خفيفة من أوراقها المفضلة في الحديقة. إنها أكبر قرود حجماً في الأمريكيتين، معروفة بعوائها الذي يمكن أن يصل إلى 5 كيلومترات في الغابة. كباقي القرود غالبا ما تتحرك بالقفز من فرع إلى آخر. على الرغم من إمكانية قضاء بضعة أيام في النزل، إلا أننا قررنا استكشاف المناطق المجاورة. عبرنا بالقارب الصغير إلى الطرف المقابل للبحيرة. هناك سلكنا طريقاً أوصلنا إلى المطار المحلي مباشرة، حيث تهبط وتقلع طائرات صغيرة عدة مرات يومياً. بعد المطار وصلنا إلى الشاطئ الذي يعود نقطة جذب رئيسية في تورتوغويرو. ابتداء من مارس إلى أكتوبر تأتي السلاحف البحرية الجلدية والسلاحف البحرية الخضراء إلى هذا الشاطئ لتضع بيضة. بعد حوالي 70 يوما تفقد السلاحف في عالم خطير مليء بالحيوانات المفترسة. على الرغم من أن الشاطئ يعتبر وجهة سياحية رئيسية، إلا أنه متسخ ومليء بالقمامة. أجمل شيء في تنظيف الشاطئ هو أن الناس الآخرين سيرونك وسيستلهمون ما تفعله، وبعد ذلك يتطور الأمر إلى عمل جماعي لجعل الكل ينظف الشاطئ، وبالتالي يصبح الشاطئ أجمل وأنظف. لقد أثمرت جهودنا عندما رأينا سلحفاة صغيرة تزحف نحو المحيط. باكراً في اليوم التالي ذهبنا في جولة بالقارب. بواسطة القارب استطعنا التحرك بصمت والوصول إلى قنوات أصغر، حيث شاهدنا الطبيعة عن كثب. لقد حالفنا الحظ في رؤية مجموعة قرود الكابوش بيضاء الوجه تشق طريقها عبر الأشجار. هذه القرود ذكية واجتماعية للغاية، تعيش في مجموعات تصل إلى 16 فرداً. كما أنها وقحة بقدر ما هي لطيفة، معروفة بالسرقة من السياح. بعد عودتنا بوقت قصير شهدنا هطول أمطار استوائية بكل جمالها. إنه لأمر مدهش مدى سرعة سقوط هذه الكمية من الماء على الأرض. بعد 3 ليال في تورتوغويرو حان وقت الوداع وتوجهنا إلى السيارة. إنها بداية صعبة بعد 3 ليال في تورتوغويرو. لم ترد السيارة العمل رغم توصيلها بسيارتين مختلفتين، ولكن بعد ذلك تركناها لمدة 10 دقائق أخرى لتشحن بنفسها، ولحسن الحظ بدأت بالعمل، وهكذا انطلقنا في مغامرة جديدة. ثم تركنا البحر الكاريبي خلفنا ومررنا عبر شمال كوستاريكا حتى وصلنا إلى بركان أرينال. لقد نصبنا خيمتنا في مكان جميل على ضفة بحيرة أرينال المطلة على البركان. وبالطبع دون تردد ذهبنا للسباحة في البحيرة الباردة.
وبالتحرك جنوبا تحققنا من عمق النهر وقررنا عدم عبوره. بدلا من ذلك ذهبنا إلى الينابيع الساخنة الموجودة على طول الطريق، حيث استمتعنا بتدليك الشلال. على الرغم من أن بركان أرينال كان هادئا أثناء زيارتنا، إلا أنه كان نشطا عدة مرات في الماضي. أحد بقايا تدفق الحمم البركانية الماضية تعود لعام 1968، ويمكن رؤيتها على الطريق خلال الجولة. بالنسبة لي، بورا فيدا تعني طريقة الحياة. إنها أكثر من مجرد ابتسامة أو التصرف بأدب، وهنا في كوستاريكا نقوم بذلك. نحن ننشر السعادة، هذا هو الأساس. بورا فيدا هي أكثر من مجرد كلمة، إنها طريقة للحياة. الطريق المؤدي إلى المرصد ليس أقل جمالاً. هنا يمكنكم رؤية أكبر الطيور في كوستاريكا، القراز الكبير، الذكر أسود اللون كامل، بينما الأنثى لونها مائل للحمرة. أهم ما كان يميز زيارتنا هو تسلق برج المراقبة الذي يبلغ ارتفاعه 20 متراً. بالنظر إلى الغابة من الأعلى رأينا مجموعة متنوعة من الطيور. من بينها طائر الطوقان ذو الفك الأسود والطوقان الكبريتي. خلال سيرنا عبر غابة استوائية غريبة، سرعان ما وصلنا إلى شلال رائع. بعد ذلك لم نستطع إلا أن نضحك عندما رأينا هذه الأبقار في الغابة المطيرة. أثناء بحثنا عن مكان للتخييم، جئنا لاختبار قدرة الدفع الرباعي لسيارتنا. وجدنا مكانا جميلا في الطرف الشمالي لبحيرة أرينال، واستقرينا فيه ليلا. كان الجزء التالي من رحلتنا كثيف الضباب أيضا، وكنا نقف في ازدحام السير من وقت لآخر. بعد وصولنا إلى حديقة تينوري الوطنية، بدأنا جولتنا إلى أروع شلال في كوستاريكا. منظر شلال ريو سيليستي الذي تخفيه الغابات الكثيفة بمعنى الكلمة يخطف الأنفاس. اللون الفيروزي المميز للنهر هو وهم بصري ناتج عن انكسار ضوء الشمس عن المعادن الموجودة في المياه الحمضية في عملية تسمى بتشتت مي. وبغض النظر عن العلم، فهذا النهر مذهل. خلف الشلال يمكن للزوار التوقف عند عدة مواقع أخرى للاستمتاع بالمناظر. يمتد طريق المشاة على طول ضفة النهر حتى ينتهي عند التقاء جدولين صغيرين، وفي هذه النقطة ينشأ الوهم البصري. فور سقوط الطائرة المسيرة في النهر قمت بتصرف، ولحسن الحظ استغرق الأمر مني أقل من 2 دقيقة للعثور عليها. أحسنت يا منقذ الطائرة المسيرة، اذهب إلى هناك واسأل إن كان هناك ماء ساخن. فكرة جيدة، بمجرد أننا هنا، أليس كذلك؟ نعم نعم، بما أننا هنا أنتم في المياه الجارية الساخنة الباردة. نعم إنه دافئ، إنه دافئ، نعم الماء دافئ. حسنا شكرا لك، هل هناك المزيد من الأسئلة يا شباب؟ لا لا. ثم وصلنا سيرنا عبر الطرق الجبلية الوعرة حتى وصلنا إلى هضبة بها العديد من طواحين الهواء. من أفضل الأماكن لمشاهدة النشاط البركاني في كوستاريكا حديقة رينكو دي لا فيغا الوطنية.
تتميز الحديقة بالعديد من حمامات المياه المغلية والبركان الصغير الذي يتصاعد منه البخار والنفاثات البركانية في الغابات الكثيفة والكثير من الحفر المفرقعة. هذه الغابات المهيبة في الحديقة موطن لمجموعة متنوعة من الحيوانات بما في ذلك الببغاوات والنحل. من السهل إيجاد مجموعات من الصعادين العنكبوتية التي تبحث عن الطعام في الأشجار، غالبا تتغذى على الفاكهة وأحيانا تأكل أوراق الشجر. الصعادين العنكبوتية متسلقة ممتازة، تستخدم ذيلها كطرف خامس لاتزان حركتها. في بعض الأحيان يمكن رؤيتها معلقة على فرع شجرة بذيلها. الصعادين العنكبوتية حيوانات اجتماعية تعيش في مجموعات تصل لأربعين فرداً. صراعات بين الحيوانات الفتية أمر شائع مثل اصطياد القمل. بعد مغادرة الحديقة الوطنية قررنا أن نسلك طريقا مختصرا، ولكن اتضح أنه لم يكن كذلك. من جهة أخرى وجدنا نهرا أزرقا مدهشا وذهبنا للسباحة فيه دون تردد. حان الوقت للتوجه إلى أقصى شمال غرب كوستاريكا. وصلنا في الوقت المناسب عند الغروب إلى شاطئ بويرتو سولاي الهادئ. في صباح اليوم التالي استيقظنا على منظر نيكاراغوا. تعتبر هذه المنطقة مكانا مفضلا للطيور البحرية مثل طيور الحوصل وصائدي المحار. هذا جزء جيد للطرق الوعرة هنا في حديقة سانتا روزا الوطنية في شمال غرب كوستاريكا. لا زال علينا قطع مسافة 12 كيلومترا للوصول إلى الشاطئ. لقد قطعنا 8 منها تقريبا، لكن الأمر أصبح أكثر صعوبة للتوقف. لم يكن هناك سوى سحلية في الطريق. حسنا، هذه كوستاريكا أمامكم. كان الطريق ممتع للغاية، خاصة مع وجود كل هذه الحفر الطينية التي كان علينا عبورها. عادة مثل هذه الحالات يكون السفر ممتعا فيها مثل الموقع المقصود. أثناء القيادة عبر الغابة الكثيفة سعدنا برؤية الأيل الأبيض الظيل مختبئا بين الشجيرات. في نهاية الطريق وصلنا إلى شاطئ صحراوي تماما. نحاول طهو الغذاء في حديقة سانتا روزا الوطنية، لكن الأمر يزداد صعوبة نظرا لوجود مجموعة من الإجوانا في كل مكان حولنا. إنها تنتظر بصبر لالتقاط لقمة من الطعام. لابد أن الناس قد أطعموا هذه الإجوانا في السابق لأنها لا تخشى الناس. فقط قرود الكابوشي بيضاء الوجه كانت مشغولة بالبحث عن الطعام. بعد أخذ حمام سريع في الهواء الطلق قررنا العودة. ثم توجهنا جنوبا عبر الطريق السريع للبلدان الأمريكية باناميريكانا حتى وصلنا إلى شبه جزيرة نيكويا.
لقد اعتدنا على الطرق الضيقة. تطلب الأمر في بعض الأحيان تنظيف الطريق من الأشجار. وبعد عبور العديد من الأنهار الصغيرة وصلنا إلى موقع ذو إطلالة مذهلة. وبما أن الطائرة المسيرة تبللت قليلا في النهر قبل 3 أيام، قمنا بتجفيفها في الأرز لمدة 72 ساعة تقريبا. دعونا نرى هل ستعمل هذه الطريقة بالفعل. العديد من أصوات التنبيه ليست بعلامة جيدة، فقد أشارت الطائرة المسيرة إلى وجود عطل في البطارية. بعد فشل المحاولة الأولى لإعادة تشغيل الطائرة المسيرة بسبب خلل في البطارية، نقوم بتنظيف حوامل البطارية بالكحول جيداً ونعيد تشغيل النظام. الآن سنحاول مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت الطريقة ستنجح. ولحظة الحقيقة هي، لقد نجحت. سنعود إلى اللعبة. على الرغم من أن شبه جزيرة نيكويا تتمتع بشواطئ جميلة وبشعبية كبيرة بين السياح، ففي الوقت نفسه معظم الطرق فيها مليئة بالحفر. وكان تطبيق التنقل قد شعر بنا فأخذنا إلى الممرات الأكثر ضيقا، الأمر الذي لم يساعدنا على التقدم. يبدو أننا نسير في الاتجاه الخطأ لأننا نستمر بالمرور بهذه الطرق الضيقة المليئة بالحصى، حيث توجد معابر عبر الأنهار والكثير من المواقع الموحلة. في الحقيقة نريد العثور على مكان للغداء. الأمر يستغرق ساعات من البحث. في لحظة ما بدا لنا أن لسنا قادرين على التحرك إطلاقا. وفي نهاية المطاف بعد قضاء الكثير من الوقت على الطرق الجانبية، وصلنا إلى مطعم رائع الجمال للاستمتاع بوجبة غداء استحقت كل هذا العناء. كما تشتهر بعض شواطئ شبه جزيرة نيكويا بزوارها البحريين، تأتي سلاحف ريد للزيتونية بانتظام إلى شاطئ أوستونيال لتضع بيضها في ظلام الليل. يمكن أن يحتوي العشر الواحد على 80 إلى 120 بيضة. على الرغم من أنها أصغر السلاحف البحرية، إلا أن حجمها يثير الاهتمام. تعود إناث السلاحف إلى نفس الشاطئ الذي فقست فيه ذات يوم لتضع بيضها فيه. في صباح اليوم التالي، خرجنا قبل الفجر لمشاهدة مئات من السلاحف الصغيرة تزحف نحو المحيط. بعد الخروج من الأرض تواجه السلاحف طريقاً صعباً، والحقيقة المحزنة هي أنه من بين كل 1000 سلحفاة تنجو سلحفاة واحدة فقط. لقد شاهدنا برهبة بينما كانت هذه السلاحف الصغيرة تقودها الغريزة نحو البحر. لقد حان الوقت لمغادرة شبه جزيرة نيكويا والتوجه إلى داخل البلد. يبدو أن تطبيق التنقل الخاص بنا قد قرر أن يغامر بنا عبر الطرق الأكثر تعرجاً وعورة. في طريقنا إلى مونتي فيردي نسير عبر ممرات جبلية حيث لا يوجد أحد، وتقريباً لم نرى سيارات تمر في طريقنا، وتستمر الطرق في التضيق. وبالطبع مع مناظر كهذا لم نتذمر من الطرق التي سلكناها. بمجرد أن وصلنا ذهبنا مباشرة إلى مزرعة البن. الفكرة ببساطة هي اختيار اللون الأحمر المناسب. أود أن أقول أن علينا تجريده، لكن لا يجب جمع السيقان وإلا سيتم تغريمنا، كما يمنع جمع الحبات غير الناضجة. هل أنت جاهز؟
يستغرق الأمر من 30 دقيقة إلى ساعة للشخص الواحد. لنفترض أنك تعتقد أنه لشخص آخر، هيا جربه إذن. وبالطبع قمنا بتجربة القهوة الطازجة. فلتر واحد يتم استخدامه خلال 9 أشهر. وبعد أن تعلمنا الكثير عن القهوة، تعرفنا على ثمرة الكاكاو. تلك الموجودة في المركز جميلة جدا. شوكولاتة أصلية 100%، لأن الشوكولاتة عبارة عن خليط. في هذه الحالة تحتاجون إلى خلط الكاكاو والفانيليا، هذا يكفي. المكونات الأخرى ستكون عشوائية. أريد إضافة السكر، لكن الوصفة تحتوي على السكر. السكر يأتي من غينيا الجديدة. في البداية كانت الناس تخلط كل المكونات، الكاكاو والفانيليا والفلفل الحار، كاكاو وفانيليا والإثنية العطرية. الإثنية العطرية تشبه الكرفس، ولديهم هذه الخلطات الغريبة جدا مع الفواكه واللحوم وأشياء أخرى كثيرة. لا شيء يشبه الشوكولاتة التي نعرفها اليوم. أعتقد أن شخصا فكر أنه سيكون من الجيد إضافة السكر، هذا ما في الأمر، لكن السكر لم يكن أحد المكونات الأساسية. وبعد أن شهدنا عدة طرق لطحن حبوب الكاكاو، أضفنا الفانيليا إلى الخليط وبدأنا في صنع المشروبات بأنفسنا. وأخيراً نقوم بمعالجة مرطبات قصب السكر بأنفسنا. نسير عبر محمية غابة مونتيفيردي السحابية الطبيعية، وعلى الرغم من أن الغابة رائعة الجمال، فهي خضراء جداً مليئة بالطحالب والغيوم. إن 25 دولاراً ثمن الجولة في الغابة لشخص واحد تعتبر جريمة. لدى الغابة السحبية اسم على مسمن، لأننا فعلاً كنا محاطين بالسحب. إنه مكان مظلم وأخضر ورطب في نفس الوقت، ولكنه مليء بالحياة. تاركين مونتي فيردي خلفنا، اتجهنا عبر الطرق الجبلية ذات المناظر الرائعة. وصلنا طريقنا حتى الساحل والتقينا بالمحيط الهادئ مرة ثانية. استقررنا في مخيم بجانب البحر وقررنا أن الوقت قد حان لقسط من الراحة، ولكن للأسف كان للطقس خطة أخرى، فقد بدأت تمطر بشدة. وفي غضون دقائق غمرت المياه الأرض حيث تجمع الماء في خيمتنا، لكن لم نسمح للمطر بأن يحبط معنوياتنا. في اليوم التالي قمنا بزيارة حديقة مانويل أنطونيو الوطنية. الوصول في الصباح الباكر أمر مهم إذا كنتم تريدون الاستمتاع بالشواطئ والحياة البرية بحرية. قريباً سيصل حشد من الناس وتتحول الحديقة إلى مدينة ملاهي. تركنا ساحل المحيط الهادئ وراءنا وتوجهنا إلى داخل البلد، عازمين الذهاب في رحلة طويلة. نحن نخطو خطواتنا الأولى نحو قمة جبل تشيروبو على جبل في كوستاريكا، يصل ارتفاعه إلى 3820 متراً. الطريق في البداية متسخ للغاية بسبب مرور الكثير من الأشخاص والخيول من هنا، وهذا ما يمكننا ملاحظته بسبب وجود الروث على الطريق. بدأنا في الساعة 6، وما يزال لدينا متسع من الوقت للوصول إلى المخيم الرئيسي هذا الصباح قبل أن نتسلق جبل تشيروبو في صباح اليوم التالي. بعد وقت قصير من بدء جولتنا وجدنا شجرة اليوسفي، وكانت تفوح منها رائحة الفاكهة اللذيذة. يا إلهي،
لقد وصلت الرائحة إلى أنفي للتو. أريد أن أبكي. من الواضح أنه كان علي أن أجربها أيضا. واصلنا طريقنا صاعدين عبر الغابة. من وقت لآخر كنا نواجه حركة السير المعاكس. في البداية استمتعنا بأشعة الشمس الجميلة وسرعان ما تجمعت الغيوم فوقنا. بعد استراحة قصيرة لتناول الغداء واصلنا مسيرنا تحت مطر خفيف. لقد نجحنا في اجتياز 3000 متر، ويمكننا بالتأكيد أن نشعر أن الهواء أصبح أرق بكثير هنا حيث يصعب التنفس. الطريق ما يزال شديد الانحدار. كنا نقود بالفرامل لمدة 8 ساعات تقريبا. ما يزال أمامنا 4 كيلومترات لنقطعها. نأمل أن نصل إلى الكوخ قبل حلول الظلام. بعد فترة وجيزة أصبحت الغابة خلفنا وتمكنا من رؤية الطبيعة المحيطة بنا. كانت الغيوم تتحرك بسرعة على سفح الجبل، أما نحن فكنا نتحرك ببطء طوال الطريق. بمجرد أن رأينا الجبال المعروفة باسم لوس كريستونيس فهمنا أننا اقتربنا من المخيم الرئيسي. نحن في نهاية الطريق تقريبا على بعد 200 متر من وجهتنا النهائية لهذا اليوم، المخيم الرئيسي. تطلب الأمر حوالي 11 ساعة وكنا متعبين للغاية. في نهاية اليوم نجحنا في تحقيق ذلك، وغدا سنصل إلى جبل تشيروبو. في صباح اليوم التالي انطلقنا في الساعة 2:30 فجرا، لكن أنا سرعان ما أدركت أنها تعاني من ألم في ركبتها. واصلت السير بمفردي واستطعت تسلق الأمتار الأخيرة قبل شروق الشمس بقليل. كيف تسير الأمور؟ جيدة. بعد دقائق قليلة من وصول إلى القمة أشرقت الشمس وغمرت الطبيعة بضوء دافئ. سرعان ما غادر الآخرون لأن بعضهم قد جلس على القمة لمدة ساعة في الظلام. وهكذا استطعت الاستمتاع بهذا المنظر وحيدا. أنا أقف على قمة جبل تشيروبو، أعلى جبل في كوستاريكا، يصل ارتفاعه إلى 3820 متراً. أشرقت الشمس منذ نصف ساعة وبدأ الجو يدفأ هنا، لكن ما تزال الرياح قوية جدا. الإطلالة رائعة في كافة الاتجاهات، يمكنكم رؤية العديد من الجبال والبحيرات. هذا جميل للغاية، لكن يجب أن أعترف أن الصعود إلى هنا كان متعبا. بعد إقامة لفترة طويلة في أعلى القمة قررت العودة، وفي طريق العودة تمكنت من الاستمتاع بالمناظر التي أخفاها الظلام في البداية. بدلا من مغادرة المكان في نفس اليوم كما يفعل معظم الناس، قررنا مسبقا البقاء لليلة ثانية. لذلك استخدمت هذه الفرصة بعد الظهر لتسلق ثاني أعلى جبل في كوستاريكا. يبلغ ارتفاع جبل سيرو فينتسكيروس 3812 متراً، أقل ب8 أمتار من جبل سيرو تشيروبو. كان المنظر مذهلاً بنفس القدر، وبقيت هناك لأكثر من ساعة أراقب السحب المتراقصة.
وقت باكر من صباح اليوم التالي بدأنا بنزول الجبل. لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى لقينا صديقنا القديم مرة ثانية وهو طين. لم نكن نتوقع أن علاقتنا بالطين سوف تزداد قوة. لقد علقنا في هذا الوحل العميق، لم يكن يبدو عميقا ولزجا في البداية. من الواضح أنها لم تكن فكرة جيدة، لكننا الآن عالقون، وكنت أحاول العثور على أحد ليخرجنا من هنا. أحاول الحفر بقدر ما أستطيع، ولكن حتى السرعة المنخفضة لم تخرجنا من هنا. لذا دعونا نرى كيف سنخرج أنفسنا من هذا الوضع. لحسن الحظ جاء تيك الودود لإنقاذنا. بعد عدة محاولات فاشلة اتضح أنني كنت أقود السيارة للأمام بدلا من الخلف، ثم قمت بتغيير السرعة وبدأت السيارة في التحرك. فهل منعتنا هذه المشكلة الصغيرة من مواصلة مغامرتنا؟ أبدا. بعد فترة وجيزة ركبنا العبارة على نهر سيارب وعبرنا إلى شبه جزيرة أوسا. خلال هذا الطريق استمتعنا بالمناظر الطبيعية الرائعة. كان الطريق المؤدي إلى وجهتنا التالية قرية تدعى دريك باي، تتضمن عدة معابر نهرية. على الرغم من أن القرية تتميز بشواطئها الجميلة، إلا أننا سرعان ما لاحظنا أن القرية لم تكن وجهة برية كما كنا نأملها، بل هي منطقة سياحية. غادرنا المكان بسرعة وعبرنا عدة أنهار أخرى أثناء توجهنا إلى الصحراء. في نهاية المطاف وصلنا إلى شاطئ جميل. يقع هذا الشاطئ على حدود غابة كوركوفادو، إحدى آخر المناطق البرية المتبقية في كوستاريكا. وبالطبع دون تردد قفزنا إلى المياه الصافية. كان هناك الكثير من أشجار النخيل ينمو عليها جوز الهند. قطفنا القليل للاستمتاع بمشروب منعش. ثم عدنا عبيرنا النهار مرة أخرى في طريقنا إلى الجانب الآخر من شبه جزيرة أوسا. أثناء بحثنا عن مكان للتخييم وجدنا أنفسنا في طريق جانبي صغير يؤدي إلى الغابة. أقمنا مخيما بين أشجار النخيل وأخذنا نراقب راكبي الأمواج. كنا نواصل رحلتنا في صباح اليوم التالي حتى صادفنا عدة أنهار.
شكرا جزيلا لك. أنا مبلل بشكل كامل. شكرا. وسرعان ما صعدنا إلى التل حيث انفتح أمامنا منظر رائع. واصلنا السير حتى نهاية الطريق عبر نهر جاف. وعلى الرغم من أن الطريق كان وعراً، لكننا استمتعنا حقاً بالطبيعة البرية في هذا الجزء من كوستاريكا. لقد أدركنا أن وقتنا في كوستاريكا كاد يقترب من النهاية، لذلك قررنا قضاء ليلتنا الأخيرة بجوار المحيط. وبينما كنا نسترخي في الأرجوحة الشبكية، تذكرنا رحلتنا المثيرة. لكن رحلتنا لم تنتهي بعد. لدينا مخيم ساحر حقاً هنا. من هذا الجانب لدينا المحيط، وهنا فوقنا أشجار غابة كوركوفادو. هناك بعض ببغاوات ماكاوا القرمزية تتغذى على المكسرات. إنها حقاً كائنة ساحرة. إن ببغاء ماكاوا القرمزي أجمل الطيور في كوستاريكا. ريشها ذو اللون الأحمر والأصفر والأزرق الزاهي يميزها عن أوراق شجر الخضراء في الغابة. مع ذلك غالباً ما يمكن سماعها قبل رؤيتها، لأن صوتها المرتفع في كل مكان. تعد شبه جزيرة أوسا إحدى الأماكن القليلة في كوستاريكا حيث ما يزال من الممكن العثور على هذه الطيور الملونة. تتغذى ببغاوات الماكاو القرمزية على الفاكهة والمكسرات والبذور. غالباً ما يمكن رؤيتها وهي تتغذى في أزواج أو في مجموعات كبيرة. يعرف هذا السلوك باسم تغذية المغازلة، ويعتقد أنه يقوي الرابطة بين الأزواج خلال فترة التزاوج. طبعاً كانت الغابة تعج بالحيوانات الأخرى أيضاً. لقد رصدنا أيضاً حيوان القوطي أبيض الخطم بالقرب من الثعابين العواء والببغاوات الصغيرة. تعد الطبيعة البرية لكوركوفادو أيضاً موطناً لرابع أكبر أنواع القرود في كوستاريكا. الثعابين السنجابية هي الأصغر وربما الأجمل بين الأنواع الأربع، ولهذا السبب فهي معرضة بشكل خاص لتجارة الحيوانات غير الشرعية. لقد حان الوقت لترك شبه جزيرة أوسا خلفنا والعودة شمالا نحو الوادي المركزي. سرعان ما عدنا إلى الجبال وتسلقنا إلى ارتفاع 3000 متر حتى وصلنا إلى الممر الجبلي الشهير سيرو دي لا مويرتي. كان المنظر مذهلا حيث تدافعت السحب عبر قمم الجبال. تمكنا من إقامة مخيم بعد اختفاء الشمس خلف الجبال. بدلاً من المرور عبر الطريق الرئيسي، اخترنا الطريق الجبلي المتعرج الذي يمر عبر حديقة كويتزل الوطنية. وكانت المناظر الطبيعية غاية في الروعة بكل معنى الكلمة. آخر يوم لنا هنا في كوستاريكا. نحن نسير عبر طريق جبلي واعر للغاية، ولم يتبقى لنا سوى القليل من الوقود. وقد وصلنا إلى نقطة حيث لا يوجد سوى حفر في وسط الطريق، وتجري أعمال صيانة الطرق. ثم سألت العمال عما إذا كان بإمكاننا المرور، لأننا كنا بحاجة ماسة للوصول إلى محطة الوقود التالية. فأجابوا أنه سيتعين علينا الانتظار لساعة، لذلك نحن عالقون على طريق جبلي. انتظرنا بصبر، وبالفعل بعد 45 دقيقة اختفت الحفرة وواصلنا الطريق. واصلنا السير شمالا عبر الطريق السريع للبلدان الأمريكية باناميريكانا، مارين عبر ضباب كثيف.
قبل أن نصل إلى مدن الوادي المركزي لم يكن لدينا خيار آخر سوى المرور عبر سان خوسيه، واستغرق ساعتين تقريباً لقطع مسافة 40 كيلومتراً. ثم جاء وقت المغادرة. بعد 4 أسابيع من السفر والقيادة لمسافة 3000 كيلومتر واستكشاف كل ركن من أركان البلاد تقريباً، علينا نقول وداعاً يا كوستاريكا. وإلى جانب المناظر الجميلة التي رأيناها، علمتنا كوستاريكا أيضاً أن نبتسم في وجه الصعاب وأن نحاول جاهدين المضي قدماً، ونتقبل الأمور حين تسير على عكس المخطط له. وفهمنا أن هذه اللحظات الصعبة هي أفضل مغامراتنا. بورافيدا.